بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم، معاكم أشرف رمضان. في الفيديو ده هكلمكم عن السولار اير كونديشنر، مكيفات الطاقة الشمسية. الفيديو التاني اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي هتكلم فيه عن أنظمة الإنفرتر، إزاي بتشتغل أجهزة التكييف الإنفرتر، بتشتغل إزاي، كيف يعمل جهاز التكييف اللي بيشتغل بتكنولوجيا الانفرتر. زي ما قلت في الفيديو السابق، دي بعض السلايدات متاخده من شركه كارير، تمام. انا عايز ابدا اشوف ازاي بيشتغل نظام الانفرتر. الناس بتقول لك نظام الانفرتر ده صيانته صعبه والموضوع صعب. بالعكس، الموضوع بسيط جدا لو حضرتك فهمته. الموضوع سهل جدا جدا، اجهزه التكييف اللي بتشتغل بالانفرتر سهله جدا. لازم في الاول لو انت مهندس كهرباء او مش مهندس كهرباء تركز معايا في الكلمتين اللي هقولهم دول. لازم تبقى عارف ايه الفرق بين التيار المتردد، تمام، اللي احنا بنسميه اي سي alternated current، alternated current تيار متردد او متغير او متذبذب. خلاص، ده زي شكل الكهرباء اللي بتجيلك من الفيش اللي عندك في الحيطة. انت بتركب الفيش، السوكت ده بيطلع لك مثلا 220 فولت اي سي. طيب، ده شكل من اشكال الكهرباء او من الجهد، يبقى اسمه ايه؟ alternated current اي سي. النوع الثاني اللي هو الدي سي، زي حضرتك بالظبط كده فكره الشاحن بتاع الموبايل. لو انا بصيت، انا باخد الشاحن بتاع الموبايل، الراس بتاعت الشاحن دي بيدخل هنا عندي 220 فولت اي سي، 220 فولت اي سي بيطلع عندي على اخر الشاحن، تمام. بيطلع عندي المفروض من السوكت ده اليو اس بي، بيطلع عندي مين؟ بيطلع عندي فولت دي سي. يبقى انا كل الفكره ازاي بحول من اي سي لدي سي، لان الدي سي هو اللي بيتناسب مع التطبيق. يعني انا دلوقتي بشغل موبايل، الموبايل الدائرة الداخليه بتاعته بتشتغل بالدي سي دايركت كارنت، تيار ثابت. بشغل اللابتوب، تمام، برضه اللابتوب الدوائر بتاعته بتشتغل دي سي. بشغل كمبيوتر، الكمبيوتر بتشتغل الدوائر بتاعته بالدي سي. طيب ايه المشكله؟ المشكله ان الكهرباء اللي جاياني من شركه الكهرباء تيار متردد، تيار اي سي. يبقى اول حاجه عايز اشوفها انا، لو انا عايز احول من اي سي الى دي سي هعمل ايه، وبعد كده احول من دي سي الى اي سي هعمل ايه. يبقى عندي تحويلتين، من تيار متردد الى تيار مستمر، ومن تيار مستمر الى تيار متردد. يبقى انا عندي اول حاجه الدايركت كارنت او ال دي سي، ده عباره عن تيار زي الخط اللي هو الف ده، تمام، باللون الاحمر. ده عباره عن تيار متردد. غلط، ده تيار مستمر. يعني ايه تيار مستمر؟ انا دايما هنا المحور ده الزمن، ده الزمن التايم تي، وهنا ده التيار او الفولت. لو انا مشيت كده، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا قيمه ثابته. يعني ايه؟ لو انا طلعت في الزمن رقم صفر الاقي قيمه التيار مثلا ب 10 امبير. طيب في الزمن رقم واحد ثانيه 10 امبير، رقم اثنين برضو 10 امبير، ثلاثه 10 امبير، اربعه 10 امبير. عند اي زمن بلاقي قيمه الامبير ثابت. يبقى ده اسمه ايه؟ دايركت كارنت. دايركت كارنت بياخد تيار ثابت في القيمه والاتجاه، بياخد اتجاه واحد، تمام، زي ما كاتب لك هنا، وقيمته ثابته، وقيمته ثابته سواء كان فوق بالبوزيتيف او بالنيجاتيف، المهم ان هو قيمته ايه؟ ثابته. طيب ايه هي مصادر التيار المستمر؟ زي البطاريات، تمام، البطاريات كلها بكل انواعها بتشتغل دي سي. في بعض المولدات او الجنريتور بتشتغل دي سي، في حاجات بتديني دي سي، تمام، زي الطاقه الشمسيه بتولد لي دي سي. يعني تيار ثابت في القيمه والاتجاه، تيار ثابت في القيمه والاتجاه. طبعا انا بستخدم الدي سي زي ما بيقولوا له هنا الناس بتوع كارير، بيقول لك بستخدمهم في دوائر التحكم الالكترونيه. معظم الدوائر الالكترونيه زي ما قلنا في الموبايل او في الكمبيوتر او في اللابتوب بتشتغل دي سي. اجهزه التحكم عن بعد هتلاقيها بتشتغل بالدي سي، الريموت بيشتغل بالدي سي. دوائر الحساسات بتاعت حساس يقيس درجه الحراره، وحساس يقيس الرطوبه، وحساس يقيس حركه، وحساس يقيس ضغط، ده كله بيشتغل بالدي سي، تمام. اجهزه الالكترونيه اللي بتشتغل بقيمه ثابته دي برضو بتشتغل بالدي سي، تمام. طبعا احنا في حاله الحساسات هنا بنقول ده بيشتغل بياخد قيمه
دي سي عشان يشتغل. الدوائر بتاعته دوائر الحساسات مش الحساس، لان في حساسات بتاخد قيم متغيره، يعني مثلا بقيس درجه الحراره، درجه الحراره بتزيد وبتقل، يبقى ده ما يعتبرش دي سي. انا بقول دوائر الحساسات، دوائر الحساسات. طيب التيار المتردد زي ما احنا كنا بنشوف زمان في الموتور ازاي بولد مثلا من الجنريتور، في عندي نورث وساوث وفي الجزء اللي هو العضو الدوار والعضو الثابت، وبالتالي بيطلع عندي حركه، وبالتالي اللي بيطلع عندي ساين ويف. ساين ويف زي ما انت شايف اهو، صفر بتطلع ايه تديني ساين ويف. ساين ويف دي عباره عن موجه كامله. تخيل ان انا كان عندي دايره كده، جبت سكينه وقطعتها نصين، خدت النص اللي فوق ده نص الدوره بتاعي الموجه، تخيل ان انا مسكت النص اللي تحت ده بايدي كده وعملت له شيفت ازاحه، زحته بدل ما بيبدا من هنا ستارتنج، لا هزيحه كده بحيث يبدا من هنا اهو. يبقى دي كل احنا بنسميها سايكل، دوره كامله، قمه قمه وقاع، ده هو التيار المتردد. طب ليه سموه متردد؟ لانه متردد او متغير في القيمه والاتجاه. يعني لو خدت النقطه دي الجهد هنا بصفر او التيار بصفر، بعد كده زاد 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 لحد ما يوصل قيمه عظمى، بعد كده التيار بيقل، بعد كده يوصل صفر، بعد كده بيقل في السالب، بعد كده يوصل صفر. اول ما عمل دوره كامله كده يبقى انا عملت اي سي او عملت سايكل كامله، اللي احنا بنسمي وحده القياس بتاعتها ايه؟ الهرتز. الهرتز او الهز، انا بسميها هز. هز دي يعني هرتز، واحد هز الدوره الكامله او الواحد هرتز بيساوي 1 سايكل، اللي هي الدوره الكامله اللي هي عباره عن قمه وقاع. فالشكل ده عباره عن تيار متغير في القيمه، كل لحظه ليه قيمه، وفي الاتجاه، مره بيزيد لفوق اهو، ومره بينزل لتحت، ومره تاني بيزيد، فهو متغير في القيمه. يبقى لو اي حد سالك الدي سي عباره عن دايركت كارنت، هو عباره عن تيار او جهد ثابت في القيمه والاتجاه، اما المتردد هو عباره عن تيار او جهد متغير في القيمه في الامبليتيود وفي الدايركشن في الاتجاه بتاعي، مره بيزيد ومره بيقل، ده بنسميه تيار متردد. ده شكل الكهرباء اللي بتطلع عندي او بتجيني في البيت، تمام، من شركه الكهرباء، بتبقى ساين ويف. طبعا هنا بيتكلم عن ان انا المفروض مثلا سي في مصر عندي 50 هرتز، يبقى انا المفروض في الثانيه الواحده اعمل 50 قمه وقاع. لو خدت ده من الصفر لحد 1 سكند، 1 سكند، يبقى لو عملت 50 قمه وقاع، 50 دوره كامله في ثانيه، يبقى انا التردد بتاعي 50 هز. هز اللي هي هرتز دي، تمام؟ لو انا عملت 60 لفه في السعوديه، هنا بنعمل 60 لفه في الثانيه، يبقى انا هنا بعمل 60 ايه؟ 60 هرتز، 60 هرتز او 60 هز. يبقى عباره عن دوره كامله اهي لحد هنا، ادي اول دوره، بعد كده دوره ثاني، دوره ثالث، وهكذا. الهرتز الواحد هرتز عباره عن ايه؟ دوره كامله، دوره كامله. اي مصادر للتيار المتردد زي الجنريتور، زي مش عارف ايه، محطات التوليد كلها بتديني تيار متردد. بستخدم طبعا التيار المتردد، اغذي بيه الاجهزه بتاعتي، وبغذي بيه المصانع والمكن والتكييفات، واي حاجه المفروض بدخل لها اي سي بتاكل تشرب اي سي، بتاخد الاي سي على طول. اما في دوائر بضطر زي اللابتوب والكمبيوتر احول من اي سي الى دي سي. طيب ايه فكره الانفرتر؟ مبدا عمل الانفرتر، الانفرتر ده عباره عن دايره موجوده مع الكمبريسور، مبدا عمل الضاغط الانفرتر، الكمبريسور بيسموه انفرتر كومبريسور، انفرتر كومبريسور، زي ما خدنا في الماشينز في الكهرباء، تمام، في الكليه، ان انا عندي سرعه دوران الضاغط اللي هو الكمبريسور اللي هي ان دي بتساوي 60 في الاف على البي. مين الاف دي يا عمي؟ هي التردد بتاع التيار الكهربائي، ودي اهم حاجه عندي. البي اللي هي عدد اقطاب النمبر اوف بول، عدد اقطاب المحرك الضغط ده، تمام، الموتور هو في الاخير الكمبريسور ده موتور. فانا دلوقتي عايز اقول لا، انا اعتبر ال 60 والبي كونستانت، تمام، يعني هات 60 على بي دي مع بعض وخدهم كونست، يبقى الان بتساوي ثابت كونست في مين؟ في الفريكوانسي. خدنا في اولى ابتدائي يساوي وثابت، دي اقدر احط مكانها علامة التناسب الطردي. يعني ده ايه؟ ده فكرة الدرايفر بصفة عامة يا شباب، فكرة الدرايفر اللي هيعمل عملية تغيير في السرعة بصفة عامة، ان انا اقدر اغير سرعة الموتور بتغيير التردد. تاني، اغير سرعة الموتور بتغيير التردد، اهو سرعة دوران الضاغط تتغير بناء على تغير تردد التيار الكهربي.
يبقى ال N تتناسب طرد مع ال F، كل ما زود الفريكوانسي بتزيد سرعة اللفة بتاعة الموتور، كل ما قلل الفريكوانسي بتقل سرعة اللفة بتاع الموتور. يبقى معنى كده انا لو بدي مثلا 5 هرتز عندي سرعة مثلا اكس، لو اديت 10 هرتز هتبقى ضعف الاكس وهكذا، قللت التردد بدل ما 10 هرتز خليته 5 يبقى السرعة هتقل. يبقى مبدأ عمل الانفرتر كومبريسور بصفة عامة ان انا اقدر اتحكم في سرعة الموتور بالتحكم في مين؟ في التردد. كلام بسيط وسهل جدا. طيب بالبلدي كده من الاخر، ايه مشكلتنا؟ ما احنا بتجي لنا كوميرشال اي سي الكتريستي، الكهرباء اللي جاياني من شركة الكهرباء دي، الكهرباء اللي جايه لك من شركة الكهرباء يا معلم دي قيمة ثابتة في الجهد والتردد. مهم جدا، خلي بالك، اهم نقطة عندي، اهم نقطة في الموضوع بتاع الانفرتر بصفة عامة، ان انا الكهرباء اللي جاياني هي اي سي، تيار متردد او متغير او متذبذب، هي اي سي. بس الاي سي ده، الاي سي ده هو عبارة عن جهد ذو جهد ثابت وتردد ثابت، اهو اللي جايني ذو تردد ثابت وجهد ثابت، والكلام ده بشرحه في الباور الكترونكس الجزء الخاص بالانفرتر بالتفصيل، ودي مهمة جدا الحتة دي. هنا بيديني كهرباء تمام، التردد بتاعها ثابت وقيمة الجهد ثابت اللي جايني من شركة الكهرباء. امال انا عشان اتحكم في الموتور اللي هو الكمبريسور عايز ايه؟ ركز يا باشمهندس، عايز فاريبل فريكوانسي فاريبل فولتج، دي اهم عندي، اهم حاجه في الانفرتر. انا عندي شركه الكهرباء بتديني كونستانت فولتج، كونستانت مين؟ ها؟ كونستانت فريكوانسي. امال انا عايز ايه؟ عايز احرك الكمبريسور بسرعات مختلفه زي ما انا حابب، اغير في الفريكوانسي، يبقى انا عايز فاريبل فريكوانسي variable voltage. يبقى الهدف من القصة دي كلها ان انا احول constant frequency constant voltage الى variable frequency variable voltage. مهم جدا 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 الكلام ده. طبعا من السهل جدا ان انا احول من AC ل DC، ده بستخدم له converter. خلي بالك، خلي بالك، التحويل من AC إلى DC، التحويل من AC إلى DC ده كونفرتر. زي ما أنا مثلا باخد الجوال أهو، تمام، الشاحن ده عمل إيه؟ حول ال 220، حول الشاحن ده، حول ال 220 فولت AC إلى مثلا 6 فولت DC أو 3.6 من 10 فولت DC حسب كل جهاز. يعني ده هتلاقي مثلا عليه كذا فولت بكذا امبير، يبقى هو ايه؟ حول لي فولت DC. طيب اللابتوب بالشاحن بتاع اللابتوب برضو انا عايز فولت DC، يبقى انا هنا استخدمت كونفرتر. في فرق بين كلمه كونفرتر وانفرتر. يبقى الكونفرتر، مصطلح الكونفرتر، لان نفس الشرح بيتشرح في الانفرتر في اليو بي اس في كل الاجهزه، عشان احول من اي سي الى دي سي بستخدم كونفرتر. كونفرتر وبعدين بشكل الاشاره دي سي ثابت، اهو انا كنت اي سي بايد دي سي، مين اللي عمل الليله دي؟ الكونفرتر. وبعدين الحته الصعبه بقى، ان انا عايز اعمل استبلايزد او استبلايزر يثبت لي دي سي فولتج. استبلايزد دي سي يعني ثابت، تمام، عايز اخده واحوله الاي سي، ودي حته الباور الكترونكس، ازاي احول من الدي سي لاي سي، ازاي احول شكل الاشاره الثابت ده لشكل هنا متغير في الفولتج والتردد، فاريبل فريكوانسي. مهم جدا، واحد فاريبل فريكوانسي، اثنين فاريبل فولتج. يبقى ده الانفرتر، كلمه انفرتر بصفه عامه. طبعا الجهاز ده كله هم بيسموه انفرتر بره في السوق، يقول لك الكمبريسور يشتغل بالانفرتر، بيدخل له كهرباء يدخل على الدايره بتاعته، تمام، ويحرك مين؟ الكمبريسور. احنا بقى كمهندسين كهرباء ديب لداخلين، وكمان عشان الانفرتر بتاعنا بتاع السولر، والانفرتر اللي بيشتغل في السيارات الكهربيه، والانفرتر اللي بيشتغل بيتحكم في المواتير في اي مصنع في اي شركه، تلاقي في حاجه بتتحكم في الموتور، سرعه الموتور مش في التكييف بس، يبقى بيستخدم الانفرتر، او اللي احنا بنسميه عباره عن جزئتين دلوقتي، كونفرتر وانفرتر. يعني انا هحول من اي سي لدي سي، وبعد كده هحول اهو من اي سي لدي سي، ده الفيرست ستيب. بعد كده خدت الدي سي حولته لاي سي تاني. الله،
طب ما انت كان دخلك ايه سي وطالع عندك برضه ايه سي، ليه كل الفيلم ده؟ مهندس ركز معايا بالله عليك، قلت لك المشكله الاي سي اللي داخل ده كونستانت فريكوانسي كونستانت فولتج، اما انا عشان اتحكم في الكمبريسور عايز فاريبل فريكوانسي فاريبل فولتج، وبالتالي بضطر بعمل دايره الانفرتر عشان اتحكم في سرعه الموتور اللي هو الكيس بتاعتنا دلوقتي الكمبريسور بتاع التكييف. ممتاز. بعمل القصه دي ازاي؟ بتتم ازاي في التكييف؟ بيدخل عندي ادي الالكتريسيتي سبلاي، الكونفرتر من الداخل هو عباره عن ريكتيفاير، دائره التوحيد اللي احنا بنشرحها في كورس الانفرتر بالتفصيل اللي هي الريكتيفاير، الدايود، تمام؟ المحاضرات موجوده على اليوتيوب. باخد منها اروح داخل على رياكتور وكاباستور عشان ابدا اعمل فلترنج، وبعد كده اخد الاطراف اللي هتطلع عندي بعد ما تحصل لها فلترنج بيجي عندي سموث دي سي، اروح مدخلها على دايره التحكم المهمه جدا اللي هي هتعمل لي عمليه التحويل من دي سي الى اي سي، تمام؟ من خلال الاي بي ام اللي هي اللوحه او الاي سي بتاع الكنترول مع الباور ترانزستور. الناس بقى تركز عشان هو ده الشغل بتاعنا، الدي سي كومبريسور بدخل على باور ترانزستور، نوع من انواع الترانزستورز، عشان يديني هنا فاريبل فريكوانسي فاريبل فولتج ويدخل على الكمبريسور بتاعي. طبعا هنا بنشرح الدايره ايه بالتفصيل، بيدخل التيار المتردد الاي سي بيدخل على بريدج هي عباره عن اربعه دايود، دي بيسميها الدايود موديول. الدايود موديول هنا بيسميها ريكتيفاي، بتعمل عمليه توحيد للتيار المتردد اللي هو الاي سي، تمام، وتكونفرته لدي سي. طبعا العمليه دي بتتم على كذا مرحله، مش ببساطه كده، ادي الاي سي وبعد كده اروح واخد فول ويف ريكتيفاير او بريدج ريكتيفاير بيبقى شكله كده، وبعد كده اركب مكثفات تنعم شويه بطلع كده، بدل ما النزله دي كبيره ابدا اعمل كده برضو ايه النزله دي اهي، القصص دي بتحصل، تمام، بريبل، بعد كده انعم تاني بمكثف، انعم لحد ما اوصل لدي سي سموث دي سي. فبالتالي هو دايره مهمه جدا بيعملها من مكثفات وملفات، ملفات رياكتور كاباستور ملفات، دي بنسميها سموثينج سيركت وعليها شغل كبير جدا. السموثينج سيركت كاباستور اللي هي مكثفات التنعيم، مكثفات التنعيم، طبعا بيحط الرياكتور عشان يثبت قيمة من التيار، وبحط بقى طبعا فولتج، بحط ترانزستورات تثبت الجهد والتيار عشان ما اسحبش منها تروح تبدأ تعمل لي مشكلة في الريكتيفاير بتاعي. بعد كده بدخل على مرحلة الباور ترانزستور، دي بقى اللي هي بيسميها انفرتر كنترول سيكشن. ده أهم حتة عندي في السيكشن بتاع الانفرتر اللي احنا ندرسه من ناحية الالكترونكس، عشان نقدر لو فهمنا نصنع انفرتر ميك اي سي ابروكسيميتلي ساين ويف، ازاي يقدر يحول الاشاره الثابته دي اهي الدي سي لمين؟ اهو بيقول لي بيحولها ميك الاي سي ابروكسيميتلي تو بيور ساين ويف، ازاي احولها لبيور ساين ويف؟ تمام؟ بيور ساين ويف او ابروكسيميتلي ساين ويف في الاول، تمام؟ وبعد كده اعمل عمليه كنترول احولها لبيور ساين ويف. طبعا مهم جدا تبدا تفهم التكنولوجيز اللي احنا هنستخدمها في الانفرتر ده. بنستخدم ايزوليتد جيت باي بولر ترانزستور. الناس ترجع للترانزستور، هشرح ان شاء الله الترانزستور بالتفصيل على القناه هنا، تمام. الجيت او الجي بي تي اللي هو بيسموه جيت باي بولر ترانزستور، وكمان السكشن اللي بعده اللي هو ايزوليتد او انسيوليتد، عفوا انسيوليتد جيت باي بولر ترانزستور اللي هو الاي جي بي تي. الاي جي بي تي بنستخدمه كتير جدا في دوائر التحكم في الانفرتر، في اللوحه بتاعت الانفرتر اللي هتتحكم في مين؟ في الكمبريسور. وده مهم جدا هنبدا نشوفه، ان انا بستخدم الانسيوليتد جيت باي بولر ترانزستور، تمام، وبستخدمه في التحكم في الموتور، بدخل الكهرباء بتاعتي على الموتور، ابدا اطلع فاريبل فولتج فاريبل فريكونسي، اتحكم في سرعه الموتور من خلال المعادله دي. ما تنساهاش، ان بتساوي 60 اف على بي، اللي احنا قلنا ان في الاخر تتناسب مع مين؟ الفريكوانسي. محاضره النهارده مهمه جدا، ازاي بيشتغل التكييفات الانفرتر او الانفرتر بصفه عامه. انا في المحاضره دي اتكلمت عن ازاي بيشتغل المكيف الانفرتر او المواتير اللي بتشتغل بالانفرتر، ازاي بحول لها من اي سي ثابت في الجهد و الفريكوانسي التردد
الى اي سي متغير في الجهد والفريكوانسي عشان اقدر اتحكم في سرعه هذا الموتور. هنا الحاله بتاعتنا كومبريسور بتاع تكييف، فالموضوع بسيط جدا. فكره الانفرتر فكره عبقريه جدا، بحيث تقدر تتحكم في سرعه اي موتور بتغيير التردد. تاني دي المحاضره الثانيه من سلسله مكيفات الطاقه الشمسيه اللي احنا بنسميها سولار اير كونديشنر. تابعني في باقي المحاضرات الخاصه بمكيفات الطاقه الشمسيه والمكيفات الخاصه بالانفرتر، وازاي فكره عمل انفرتر بالتفصيل ان شاء الله تعالى. واشوفكم في المحاضره اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.